تأتي هذه المداخلة في إطار اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس قضاء وقلة والذي يتعلق بتعديل قانون العقوبات في الفصل الثامن منه وهو المتعلق بالقانون 2006، حيث أن في هذا القانون أضاف سياسة المشرع الجزائري وتحولت من سياسة العقاب الإداري إلى سياسة العقاب القضائي أو العقاب التجريمي، وذلك بإيجاد ثلاث أنواع من الجرائم. هناك جنحتين، جنحة الإفشاء وجنحة التسريب للامتحانات النهائية، وجنحة الحلول محل المترشح، والجريمة الثالثة وهي جناية الغش المفضي للإلغاء الكلي أو الجزئي لهذه الامتحانات والمسابقات.